والله احنا منطقة باب جديد يسموه شارع فول القديم. واحنا من هاي من تفيض عندنا العوجات هاي. تعال اشكو انت ظل تعب بعينك دق عليها شلوني. يعني عن كثير عن من هالمايات هاي من هالمكسرات مالتنا. والله هي من اول ما جينا عاد جينا سكننا بيوتنا هوني من زمان. هذا الشارع كل شيء ما بيه منهم اللي حفره. والله جاء ابو الحفاره هو حفر هذا كله كسره. والله من زمان هاي حسب صار له ازيد من اجق لك 3 أشهر 4 أشهر هذا متروك هذا كل ما اروح الناس يم المركز حيشتغلون. زين علاش حفروه على اساس يعملوا المجاري. هو لحد الان ما عملوا المجاري وهذا فرعنا يوني على بلوك نطلع اطفالنا تقع ونروحون على المدرسه تقعون من ورا المايات هاي والخيانات حشاكه. زين ايش توجه رساله لبلديه الموصل وخليه الازمه؟ والله نوجه يجون يشوفون معاناتنا هوني يعملوا لنا تكرم السواقي المجاري هاي دمرونا. والله يا ابو اولادنا ما عاد تقعون عبوهم المدرسه عبوهم فرع الاخر يروحون على المدرسه ما ورا هالمجاري هاي حشاكه. والله الشوارع بهدله هاي العالم مذله. عيشه هنا صارت مذله هنا بموصل القديمه. والله من تحررنا الى هسه. اي زين هذا الشارع من اللي حفره؟ والله ما هي من اثار القصف يعني ما هذا الشارع هي جاء مقاولين وما مقاولين وحفروه وراحوا لي هسه. هاي صار له سنه ونص ما حد ما جاء اشتغل به. والله هي دعق اخويا هي مقاولين واحد يبيع للاخ كل من يجيب سعر ازيد وتظل. زين ايش توجه رساله لبلديه الموصل وخليك والله ان شاء الله يشتغلون بس يكون يشتغلون بانصاف لا العالم يشتغلون بانصاف. نحن ناس تعبانين بقت تعبنا من هنا هاي التبليط الشوارع الناس تعبت يعني هلكت الناس هنا هلكت ما احكي لك بس عن نفسي عن هاي العالم كله بي حالي هون الماي انا عبرت لي هون الماي والله العظيم ايش حالي هاي البيوت يجون يعملوها كفروا ومشوا وخلوها على العالم. ايش قصة هاي تقريبا 3 أشهر 4 أشهر من اللي حفروا وخلوها هذول مال المجاري مال المجاري ايش وعدوكم يسووها يعملوها ويبلطون الشوارع عند الرجع الامان وماكو كل شيء حرام. زين ايش توجه رساله مدير المجاري اوجه رساله يجي يعمل يغشع معاناتنا هاي العالم البيحة المايات قاموا ينقلون بالماطورات وبالسطوتات يعبغون العالم الماي لي الدكيكين عبغ لي هون البيحة والله أنا عبغت وفتوا الماي يعني ما يخربون ما يعمرون. زين المقاول موجود لو ما عفوا أنا المقاول ما شعتون المقاول ايش دي يلغى في بوق ويمشي حاله حال العيبوقون حفاغة أشعفنا على الصخمة وتشن حرامية فاروق القديم. معاناتكم والله معاناتنا الشوارع هاي تكسرات ويعوفون شغله ما ينقطع كل يومين ثلاثين. والله ما نفي يقولون تركها ما على اساس يعني عايفيها الهزم يقولون هيجي ما نعرف. والله يجون يشوفون وضعنا باب جديد تعبانه منطقه تعبانه يعمرون هاي البيوت ترجع عوائلها المجاري الشوارع طسات هاي صدق حق عليه فيضان حط لك بلم وطوف. هاي ايش قصاله؟ هاي صاله يمكن 5 أشهر زيتي. زين هذا اللي حفظه منه ما عرفت منه. والله يا وقال المحافظ محافظ؟ قال المحافظ ما نعرف يجون يعمرون ويعملون. يا اخوي نحن نعبر ما نطيق البيحة نعبر هون حطينا احجار والله هذا الولد حط لنا احجار وعبرنا الله يقولون يقولون هو ما نعرف. زين برايك ليش ما جو كملوه؟ غبي اقوني هزموا غبي اقوني. وجه الرساله ما شو وجه الرساله؟ وجه رساله يحاسبوهم يحاسبهم ليش ياخذون اموال الدوله تمام هاي كلها مال ارامل ومال ايتام وما الشهداء كلها ما يخافون من الله هاي مال الشعب كله تمام لو ما تمام ما يخافوا من الله ما يخافون لا تموت اولادهم مثل ما هذول ماتوا اولادنا كلهم واشتعلوا ما يخافون عليهم الله ينتقم منهم ان شاء الله. شكرا. والله الله يحفظك ابوي هاي المنطقه كلها انهجموا وطغت اولادهم. والله ابن اخوي انا اولاد عمي 4 بنت عمي واخوها وبنت اخوها ومرت اخوها 4 قصفتهم الطياره هم شهداء وابن اخوي 5 هاي انا مصورهم ما يخافون من الله.